أسعد الله صباحكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص التعليم عن بعد لمادة الرياضيات، حيث سنخصص هذه الحصة لتصحيح الأنشطة الداعمة. ففي البداية أتمنى أن تكونوا قد قمتم بإنجاز واجبكم. نبدأ بتصحيح التمرين الأول. أرتب شهور السنة الميلادية بترقيمها من 1 إلى 12. سبق وتعرفنا على شهور السنة الميلادية وهي 12 شهرا. سنقوم بترتيب وترقيم هذه الشهور من 1 إلى 12. أول شهر في السنة يناير، رقمه 1. فبراير، رقمه 2. مارس، رقمه 3. أبريل، رقمه 4. ماي، رقمه 5. يونيو، رقمه 6. يوليوز، رقمه 7. غشت، رقمه 8. سبتمبر، رقمه 9. أكتوبر، رقمه 10. نوفمبر، رقمه 11. وآخر شهر في السنة هو ديسمبر، رقمه 12. ننتقل إلى تصحيح التمرين الثاني. تمثل الصور بعض الأنشطة التي يقوم بها صلاح خلال اليوم. أكتب التوقيت أو أرسم العقارب حسب المطلوب. لاحظوا معي الصورة الأولى، في أي ساعة يستيقظ صلاح من النوم؟ لدينا ساعة ذات عقارب. لاحظوا عقرب الساعات إلى أي عدد يشير؟ يشير إلى العدد 6 أي السادسة، وعقرب الدقائق يشير إلى 12. نقول الساعة 6 تماما. نكتب 6 في الجانب الأيسر الخاص بالساعات، ونكتب 0 في الجانب الأيمن الخاص بالدقائق. ننتقل إلى الصورة الثانية، في أي ساعة يتناول صلاح فطوره؟ لاحظوا عقرب الساعات إلى أي عدد يشير؟ يشير إلى 7، وعقرب الدقائق يشير إلى 12. نقول الساعة 7 تماما. نكتب 7 في الجانب الأيسر الخاص بالساعات، ونكتب 0 في الجانب الأيمن الخاص بالدقائق. وفي الصورة الثالثة لدينا ساعة رقمية تشير إلى 8 تماما، وهي الساعة التي يذهب فيها صلاح إلى المدرسة. نرسم عقرب الساعات أي العقرب الصغير في اتجاه 8، وعقرب الدقائق أي العقرب الكبير في اتجاه 12. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح التمرينين. وفقكم الله ورعاكم أحبائي، والسلام عليكم.